ساعدني. فيش؟ ترفع معايا البمبلة نتاع الغاز. يا بنيتي وش تعمل انتي لهنا؟ وشكون حط هيلك لهنا؟ عمو اللي بيع البمبلة. عمك؟ عمك خليك طفلة صغيرة هاك مضبوطة غاز. نزل هيلي وراه. ما عندكش بوك معاك حد شكون؟ لا كلهم في شغل. حد وين باش ترفع؟ وين؟ للحوش. فين الحوش؟ في الدور الثالث. غاز غاز فيها هيك غاز. هذا غاز متأكدة؟ هذا غاز. ايش خلاص مادام حاولت ملابسه ترفعها. فارق بس يا بنيه خيرك ما قدرت ترفعها. ما قدرت كم حاول. ما حبيتش تتهز. شنو حاطين فيها؟ بنبول غاز عادي. في وين عادي؟ يعني نص فيها ما حبيتش تتهز. ما قدرت ترفعها. ما قدرت. شكلك رياضي وعضلات. يا حشومة. يا رياضي. تبي حلوة. ماري الطفلة صغيرة. طفلة صغيرة مش هتنهي. هي خلتك البمبلة. تجي تشيل معايا. رزينة ما جيبش نهز. عندي ساعة في الرفاعة. قيل عليك. لا ما قدرش. حاولت نهزها ما حبتش. ساعدني عمية. عمل شبيك. ترفع معايا البمبلة. وين؟ للحوش. الحوش وين الحوش؟ في الدور الثالث. كم أسانسير على الأقل؟ فيه فيه مصعد. هيك من هبك ربي. بالله عليك ممكن تساعدني. تعال درسون. ممكن ترفعني البمبلة؟ بلاش زاد بوز. يلا حبيب يلا. كنت وحدك انت؟ بلا ترجع باش نديرها ترجع شباب العلا يلا.
مادام حاولت ملابسك ترفعها. شو نحاول يا بنتي؟ ما بيش تهز قبل عريس. طيبة شباب العلماء قدروا يرفعوا البامبلة. قدرتوا ترفعوها؟ خلي عليكم. قدرت ترفعها؟ خلي عليك. عند الحق. شو قاعد هذا؟ ساعدت انا وقلت خير ساعدوني ترى شوي عايش بيجي. طيبة شو نتسوي؟ سلام خويا. سلام. شو نتسوي؟ ليش تعبي عمو؟ قلت له دقيقة ونجي. قلت له دقيقة ونجي. خلاص ليش تعبي في عمو طيبة؟ معقولة هكا؟ آسفة يا خويا مصحة فيا مفيش مشكل. خلاص يلا متشكرة باي. يلا طيبة. طيبة شو تسوي؟ ليش تتعبي في عمو؟ سلام. ليش التعب في عمو؟ اسفه يا اخويا. يلا طيبه متشكره معلش. معلش نسيت مفتاح البيت في السياره. ممكن نروح نجيبها؟ نمشي نجيب. معلش نروح نجيب المفاتيح من السياره ونرجع. خلاص جنبك البمبله لي يسرقوها. شنو الفوضى اللي مسويتيها؟ سلام. سلام. عسلامة مدام. سلام. ليش تعبت يا عمو؟ عسلامة. يلا مع السلامة متشكرة سامحوني. معلش نسيت مفاتيح البيت. معلش نسيت مفاتيح الخاص بالمكتب. ما فيش مشكل ممكن نخليها عندكم نجيب المفتاح. دقيقة بس. يلا طيبة دقيقة بس نجيب المفاتيح.